لما يكون مودك ضارب او مش عارف تاخد قرار، قوم تحرك، قوم تحرك، حرك حالك ربع ساعه، اطلع امشي بالحاره، اركض لك مثلا ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه، اعمل لك شويه رياضه. ما تتخيل قديش هذا رح يفرق على حالتك الذهنيه، وراح يساعدك انك تطلع من المود اللي انت فيه، ويساعدك انك تاخذ قرارات افضل، راح يخلي يصفي لك ذهنك. يعني في ناس بتقول لك مثلا اروح العب لي ربع ساعه، يعني شو راح استفيد؟ لا لا لا، بتستفيد، تستفيد اقل ما فيها، اقل ما فيها مخك هيك بتنشطه شويه، هذا اقل شيء. طبعا غير انه انت بتدخل حالك او بتضلك ماسك حالك في الروتين تبع الرياضه، بحيث انه انت ما تكسل لفتره طويله. في ناس بتقطع التمرين بتقول لك ايه بدي اروح ربع ساعه، فبقول لك خلص بلاش اروح اليوم، بيجي ثاني يوم بيكون مكسل بقول لك اه خلص يلا اليوم بريح كمان، وبصير يجور بعضه. فبتلاقي الواحد قطع عن الرياضه اسبوع اسبوعين ودخل بحاله هيك مود مش كتير حلو، وما تكون عارف ليش هو بالمود هذا. بس يرجع على الرياضه، بس جلسه رياضه واحده بيرجعوا للمود الحلو اللي هو فيه، فهو بتذكر انه اه انا ليش بحب العب رياضه، فبتلاقيه رجع للرياضه. anyways لما ما تكون عارف تاخذ قرار، او بدك تصفي ذهنك، او حاسس حالك بمود مش كثير كويس، حرك جسمك، حرك، وصل لمرحله انه انت تعرق فيها. انا مثلا امبارح ما نمت منيح، نمت على 3 الصبح ما عرفتش انام، صحيت المود ضارب طبعا، فقلت خليني لازم اطلع اركض شويه، مع اني مش متعوده اركض نص الظهر هيك. بس والله طلع الموضوع ممتع هيك، يعني عجقة وناس وعالم، وأنا مش متعودة أشوف ناس، لأنه بطلع عادة بركض الصبح بكير ما بكون في ناس، بس حلو هيك، يعني في هيك بيجيك هيك تشانسز إنه مرات تندعس وهيك، فبتتسلى.